أعضاء تنسيقيات 17 غشتبل المحمدية من بعد ما شافوا أن هاد المدينة كتطهور نهار على نهار، خصوصا بعد الوضع اللي صبحات كتعيشوا. فهما اليوم كيجتمعوا من بعد الوقفة اللي قاموا بها مؤخرا من أجل إثارة انتباه المسؤولين. الإحاطة علما هي كانت واحد الآلية تنظيمية اللي استغليناها في الدورة ديال 5 أكتوبر للمجلس الجماعي للمحمدية، باش نوصلوا واحد الخبر وواحد النقط أساسية ذات أولوية وذات استعجال قبل ما يشرعوا المجلس الجماعي في التداول في نقط اللي تنطرحها في جدول الأعمال الرسمي. وبالتالي كانت هذه الإحاطة علما هي آلية تنظيمية خلات نطرحوا واحد 6 ديال النقط أساسية اللي من بعد ما صدرنا بيانين في 17 غشت ولم تتم الاستجابة من الأطراف اللي توجهنا لها بهذه البيانات، سواء المجلس الجماعي المحمدية أو مجلس العملاء أو السيد العامل. إذن اضطرينا أننا نسلكوا هذا الجانب القانوني باش يمكن نوصلوا الصوت ديالنا، وبالفعل تمكننا أنه يستجبوا لنا أطراف ديال الفرق، رؤساء الفرق المشكلة للمجلس الجماعي. بالنسبة لـ 17 غشت كفى من التملص من مسؤولية مواجهة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة التلوث بمدينة المحمدية، كفى من التملص بدعوى أنه مازال محتاجين للدراسة علمية، محتاجين للمعلومات إلى غير ذلك. هناك دراسات تمت وكنعرفوها، مع الأسف أنه مازال ما كنلقاوش الإدارة العمومية تتسمح بتطبيق الحق في الوصول إلى المعلومة باش يكون عندنا كمجتمع مدني المعطيات الكافية اللي نشروها. هاد التنسيقية جات على إثر انتفاضة من طرف الغيورين على مدينة المحمدية، اللي هاد الأخيرة كتمر من تراجع على جميع المستويات. اولا المشكل هو مشكل ديال انعدام المسؤوليه داخل مدينه المحمديه، واجتماع تنسيقيه 17 غشت اللي خرجت في ابان 17 غشت قبل خطاب صاحب الجلاله من اجل ان نقول كفى بالعبث داخل مدينه المحمديه التي اصبحت من مدينه الزهور والرياضه الانيقه الى مدينه القبور بامتياز. اليوم انا الشق اللي غادي ندوي فيه هو الكارثه العظمى اللي هي مقبرة مدينة المحمدية، اللي اليوم ولينا ما بقيناش كنلقاو فين ندفنوا الموتى ديالنا، ولينا كندفنوهم في طرف ديال الباب. وهنا كنا كما كنقولوا إكرام الميت يدفنوه داخل مدينة المحمدية، غادي نقولوا إكرام الميت نقلبوا فين ندفنوه. دونك رسالتي اليوم موجهة إلى المسؤولين اللي خرجوا من مدينة المحمدية على رأسهم السيد رئيس الحكومة، وكذلك سيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، رئيس الجهة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك رئيس مجلس العمل لمدينة المحمدية. يجب إعادة النظر في المقابر داخل المغرب بصفة عامة، ولا سيما اليوم الأولوية هي المقبرة ديال مدينة المحمدية، لأنه كما كنعرفوا أنه تعطى واحد المشروع ديال مقبرة إقليمية اللي كتبعد على مدينة المحمدية ب 15 كيلومتر، ولحد الساعة حتى شي حاجة ما دارت. دونك الأولوية الأولى هي إعادة النظر في هذا الملف هذا، وكذلك فتح تحقيق حول الميزانيات اللي كتجي للمقابر، وما كنعرفوش فين كتمشي. عيب أننا بلد إسلامي والمقابر ديالنا في حالة كارثية بصفة خطيرة جدا. من بعد ما قررت تنسيقيات 17 غشت تخرج الدافع على مدينة المحمدية وتحمل القضايا الكبرى بالمدينة، فاليوم مطالبهم كثيرة أمام المشاكل الكبيرة اللي كتعرفها هاد المدينة.